حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم يسرني في البداية أن أتقدم إلى جمهورية رومانيا حكومة وشعبا بالشكر والتقدير على استضافتها لمؤتمر المندوبين المفوضين لسنة 2022 كما أود أن أشكر الاتحاد الدولي للاتصالات لدوره في بناء الجسور بين المجتمعات والاقتصادات ولجهوده في توجيه ودعم صناع القرار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال حضرات السيدات والسادة إن التزامنا في بناء مجتمعات رقمية منسجمة هو الحافز الرئيسي وراء لقائنا اليوم للتباحث حول تحديات التحول الرقمي الشامل وسبل التعاون في مجال التكنولوجيات الحديثة وتضع تونس في هذا الإطار من جهتها استراتيجية رقمية وطنية شاملة تتمحور حول 8 محاور أساسية أولاً مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة وتحسين حوكمة القطاع بما يتماشى مع المقاييس الدولية المتجددة ثانياً الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع ثالثاً تطوير البنية التحتية الرقمية بتوسيع شبكات الاتصالات من جهة وتطوير مراكز البيانات الوطنية من جهة أخرى رابعاً دعم التحول الرقمي للإدارة عبر تركيز بوابات خدمات إلكترونية موحدة ومبسطة موجهة للمواطنين والمؤسسات خامساً تأمين الفضاء السيبرني الوطني ودعم الثقة والسيادة الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتركيز منظومة تكون قادرة على ضمان الاستباقية والتوقي والتفطن والاستجابة السريعة للحوادث السيبرنية سادساً اعتماد الحوكمة القائمة على البيانات عبر استغلال البيانات الضخمة وعبر تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة العديد من المجالات على غرار الصحة الرقمية الفلاحة والنقل الذكي والخدمات المالية الرقمية وغيرها من المجالات المكونة للاقتصاد المبني على المعلومة والمعرفة سابعاً تطوير المهارات والكفاءات في مجال الرقمي بما يستجيب لحاجيات ومتطلبات المرحلة الحالية مع نشر الثقافة الرقمية عند العموم ثامناً وأخيراً تطوير مناخ الأعمال والتشجيع على الريادة والمبادرة الخاصة في المجال الرقمي كما تعمل بلادنا على تركيز سياسة اتصالية ناجعة تدعم الرؤية والأهداف السابق ذكرها وتساعد على التأثير الإيجابي لإدارة التغيير إضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للتعاون الدولي في الفضاء الرقمي الذي هو فضاء مفتوح ومشترك حضرات السيدات والسادة كانت تونس ولا تزال تعمل على دعم علاقاتها المتينة والتاريخية مع الاتحاد الدولي للاتصالات والدول الأعضاء حيث سخرت بلادنا العديد من إطاراتها لخدمة هذا الهيكل الدولي واطلعت بعضوية مجلس الاتحاد في العديد من المرات كما استضافت العديد من التظاهرات الدولية التي ينظمها الاتحاد وذلك إيماناً منها بأهمية المساهمة في المجهود الدولي الذي يهدف إلى النهوض بالبشرية خاصة في القطاع الرقمي أجدد اليوم دعم ترشح تونس لعضوية المجلس لفترة المقبلة حيث يتسنى لها المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الذي نأمل أن يتعزز بكفاءات وخبرات متميزة في عديد القطاعات ونخص بالذكر قطاع التقييس الذي تقدم فيه تونس مرشحاً وهو الدكتور بلال الجاموسي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات وختاماً نتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه متمنين بالتوفيق لجميع المترشحين وشكراً على حسن الانتباه وحسن الاستماع شكراً